شو بك طقس ماطر منع الحشود من النزول امبارح؟ ايه، ايه كيف الجو مع استاذ محمد كنج من مصلحه الارصاد الجويه بمطار بيروت الدولي؟ صباح الخير استاذ محمد. صباح النور مدام ريتا. صباح النور استاذ عبد. يعطيك العافيه. العافيه. بنت صغيره كانت ضايعه بالعرس امبارح، سالوها شو لابسه امك يا شطوره؟ قالت لهم فستان خالتي سمر. تفضل استاذ، تأسنا للساعات المقبله. بهالايام بتصير كثير هلا. ايه ما في اكثر منها، انتبهوا على اولادكم، قولوا لمين الفستان حتى نعرف. تفضل استاذ. طقسنا طقس متقلب وماطر، بعض المنخفض الجوي المتمركز غرب تركيا عم بيأثر علينا، درجات الحراره نزلت عن معدلاتها بين الاربعه والست درجات. نعم. هيدا بالنسبه لدرجات الحراره كيف وضعها. بالعادة بهيدا الشهر على الساحل بين 21 و 29 الحرارة صارت تقريبا بين 18 و 25. هلأ بالنسبة لطقس اليوم غائم بالإجمال انخفاض إضافي وبسيط درجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الشمالية، ضباب كثيف على المرتفعات، بعدنا عم نشوف كتل نسبيا باردة عم تأثر علينا، وهيدي الكتل حتستمر لنهار الأربعاء تأثيرها، حيضل عنا احتمال أمطار مع ضباب كثيف على المرتفعات مكفي معنا. بكرة كمان عنا احتمال الأمطار متفرقة مع استمرار ظهور الضباب الكثيف ودرجات حرارة تحت معدلاتها بين الأربعة والست درجات حسب إذا ساحلية أو جبلية. هلأ بالنسبة لدرجات الحرارة على الساحل اليوم بين 18 و 25 درجة، بيروت عم تكون بين 21 و 24 درجة، المناطق الجبلية من 12 ل 21 درجة، وبالداخل اللبناني بين 14 و 23 درجة، بالبقاع برزت منيح تقريبا، يعني الحرارة القصوى حتكون بحدود 23 درجة اليوم بزحلة. بالنسبة للهواء اليوم شوي ناشط لحدود 40 كيلومتر بالساعة جنوبي غربي اتجاهه، وحرارة سطح المي البحر كمان نزلت صار 26 درجة، في عنا شوية موج، متوسط ارتفاع الموج حال البحر عم بيكون. الرطوبة على الساحل بين 50 و 80%، ببيروت الحرارة هلا بحدود 22 درجة، الرطوبة بحدود 60%. بالنسبة صح ميرسي كثير. بالنسبة لساعة شروق الشمس 6:44 دقيقة، والغروب الساعة 6:02، صار تغرب 6:02 بكير. هون عم نشوف الأمطار، بعد بضل عنا احتمال أمطار لنهار الأربعاء، ومن الخميس بلش ترجع تتحرك درجات الحرارة صعودا، بلش شوية تبطأ. نعم. هيدا بالإجمال كل شيء. بكرة رح نتابع، بس هلأ رح أعطيك هيك لمحة صغيرة. قال أن هو أحد الأسلحة المحرمة دوليا والتي تستخدمها المرأة ضد الرجل، كيف منتابع بكرة؟ بدك تعرفي هلا؟ إذا مصرة تعرفي رح أقولهم. خلص، هو عبارة عن ذبذبات كهرومغناطيسية ترسلها المرأة للجهاز العصبي عند الرجل، حيث يصاب الجهاز، خلص بينضرب. يقسم النق إلى ثلاث أنواع أستاذ. النق المتقطع مثل أنه تستريح نصف ساعة وتعود للنق، نق متواصل تستمر بالنق حتى تحقيق المطالب، أما النق الكهرومغناطيسي فهو الأشد فتكا بالرجال، يشعر الرجل بالنق دون وجود الزوجة حتى حيث يذهب للعمل وتبقى النقات مستمرة نظرا لتخزينها في الدماغ. هيدي أهم وحدة، آخر وحدة. آخر وحدة. شو رأيك أستاذ محمد؟ هيدي الأسلحة الفتاكة. نعم، ما قلنا هيدي المحرمة دوليا ضد الرجال. شكرا لك أستاذ محمد لكل عاملين مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت.